الله وتوكل على غير الله ونادى غير الله واستغاث بغير الله واعتمد على غير الله مع أنه يعرف أن الله هو الخالق. الناس عارفين الله الخالق صح؟ عارفين الله الخالق والله الرازق والله اللي بيحيي ويميت. يقول لك أظن احنا عارفين الله، بنعرفه آي بتعرفه، لكن برضه مشرك. طيب ربنا قال عن المشركين، ربنا قال ولئن سألتهم، شوف الآية دي، المشركين ديل ذاتهم الأصليين، ديل المشركين الأصليين، ربنا قال ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. يا ناس ده مشرك، الله قال كان سألته قلت له خلقك منه بيقول الله، لكن برضه مشرك. ربنا قال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. المشركين يا ناس بيعرفوا الله الخالق وبعرفوه الرازق وبعرفوه المالك الكون وحده وليحيي وحده والبيميت وحده، بيعرفوه، ولكنهم لهم معبودات أنداد مع الله تبارك وتعالى، يحسبون أن الله يحب منهم عبادتهم لهؤلاء الأنداد، وهذا هو الشرك بالله. أزول المشرك بيحسب إنه لمن يعبد لزول ميت ولا حي ولا قبة، فاهم إنه الله بيحب منه إنه يعبد الزول ده، بيفهم كده إنه فاهم إنه شنو، إنه ربنا عز وجل بيحب إنه يعبد الأموات. يا زول الله ما قال كده، ربنا ما دايرك تعبد غيره وتتوكل على غيره، ودي حجة المشركين الأوائل. المشركين مع علمهم أن الله هو الخالق وأنه المالك وحده لا شريك له، احتجوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى كل الأنبياء، قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قالوا نحن بنعبد الأنداد ديل عشان شنو يا ناس؟ عشان يقربونا لله. بس ده الشرك ذاته، ده الموضوع كله. انت قال شنو؟ أسي الليلة الناس بيقول لك نحن بنعبد غير الله ليه؟ ما بقول لك بعبد غير الله، بيقول لك يا أخ، بيقول لك أنا وسخان. الناس كثير من الناس بيقول الكلام ده لما تناقشوا بالذات توحيد وشرك، يقول لك يا أخي لكن هو الشيخ ده ما زي أنا وسخان يا أخي، مليان ذنوب ومعاصي وكده، وهو نظيف نظيف مستحمي بيلوكس يا أخي، نظيف شنو؟ ما في حاجة اسمها نظيف. بيقول لك أنا نظيف، أنا أوريك الحجة، بيقول لك الشيخ ده نظيف، بيه وهو الله بيقبلنا. بس ده شغل المشركين ذاته. انت يا ذاب كده وصلت المحطة التي وقف فيها أبو جهل وأبو لهب ودخل منها النار. يا أبو جهل وقف هنا، شفت كيف؟ وقف هنا ودخل النار طوالي. انت لو عملت كده معنا أبو جهل بيفهم الإسلام زيك كده، انت يا ذاب ما فهمت الإسلام لسه. طيب الإسلام كيف؟ الإسلام إنه الخالق وحده ده تعبد براه. كيف يعني؟ يعني ما تقول يا الله ويا المكاشفي. على الله في ناس بيقولوها لا ما بيقولوها، بيقول لك يا زول الاثنين مالو، بيقولوها صح، ده الشرك ذاته. يا زول تقول لي الله براو، الله براو، يعني لك كده اقول لك انت وهابي. يا زول الله براو وهابي في عينك، انت يا زول ما بتفهم. انا بقول لك الله براه، الله براو، بقول لك لا، الله والبرع. يا زول انت مجنون، الله براو، لا لا، الله والكباشي. يا مخلوق انت مخك ده فيه شنو؟ مش الله الخالق براو؟ هاي طيب المكاشفي خلق فيك كم اضان؟ المكاشفي خلق فيك حاجه؟ لا لا، خلقك الله براو يعني. هاي بس الله براو ده اي حاجه الله براو، اي شيء ثاني الله براو. انت ما قلت هو خالق براو، معناه اي حاجه له هو براو. بس يا ناس في شريك ولا ما في؟ في شرك بالله ولا ما في؟ شرك راقد يا اخي. الناس يعبدوا غير الله، وده سبب ضنك المعيشه الليله، ده سبب ضنك هذه المعيشه. شفت من الصباح انت مفلس جيبك 5 جنيه ما فيه، اعرف انه في 50,000 نفر بيدعوا في المكاشف طوالي، تاخذ في راسك كده. ده مع القران، ده منطق القران صح؟
القرآن كده مفلس السوق طاقي سجنوك أي حاجة أعرف إنه في عبادة لغير الله. الناس وحدت ورجعت لربنا تبارك وتعالى بعد ده الناس كلها بتنبسط. بينبسطوا ولا ما بينبسطوا؟ بينبسطوا. أصل الناس شايلين عليك ده وهابي ده صوفي ده يا زول. الموضوع ما كده. الموضوع إنه ما تعبد غير الله وبينبزونا ساكت. يا عائل لك كده شوف الدقن عائل قوم قوم راح يا هقعد أسمع أنت كلامنا ده ما لذيذ. أنت كده أقعد 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 أسمع الحاصل شنو بعد ذاك شنو الحق اقبله. ما داير الحق فوت صح؟ أي عشان كده الناس يعني يفهموا هذه النقطة جيدة إنه لا بد من إفراد الله عز وجل بالعبادة وأن تبلغ هذا الكلام لأهلك أهلك ذاتهم. بس تمشي البيت بتلقى عمك دار حجاب قدر كده. أسمع الحجاب ده دار عليه أنت وهابي ولا شنو؟ لا لا ما وهابي بس أقطع الحجاب ده ما بسوي لك أي حاجة. الكلام ده كله حاصل في بيوتنا. حاصل ولا ما حاصل؟ حاصل في بيوتنا وفي خالاتنا وعماتنا كله موجود. ده السبب وهذا هو السبب الرئيسي لتأخرنا عن كل شيء. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا ومنكم. جزاكم الله خير. ونقدم أخونا بالزمن. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.